شركة مبادرة للبترول هي شركة مستثمر ومشغل متخصص في استكشاف وإنتاج وتطوير حقول الغاز والنفط. تتواجد شركة مبادرة للبترول حالياً في منطقة الشرق الأوسط، منطقة الخليج وشمال أفريقيا، ولنا تواجد قوي في جنوب شرق آسيا في 4 دول، هي ماليزيا، فيتنام، إندونيسيا وتايلاند. كذلك لنا تواجد في قارة أفريقيا وفي منطقة بحر قزوين في كازاخستان. ما هي مشاريع شركة مبادرة للبترول الجديدة وما هي خططكم للتوسع؟ نحن فخورين في شركة مبادرة للبترول عن نجاح عمليات الاستكشاف في منطقة جنوب شرق آسيا وبالأخص في ماليزيا، حيث ولله الحمد تم اكتشاف 1 تريليون مكعب من الغاز الطبيعي في المناطق البحرية في ماليزيا. نحن المشغل الرئيسي وتوجد معنا شركة بتروناس وكذلك شركة شيل. حاليا تقوم الشركة بتقييم هذه الموارد على أن يتم إنتاج الغاز من هذا الحقل في بدايات عام 2019. كذلك خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تطوير حقل بترول جديد أو حقل نفطي جديد في خليج تايلاند، في تايلاند، بطاقة إنتاجية تقدر ب 15,000 برميل، وفي السنة القادمة إن شاء الله سيتم تطوير حقل آخر بنفس تقريبا المقدرة الإنتاجية ب 15,000 برميل، وبالتالي سيصبح إنتاجنا في تايلاند يقارب 50,000 برميل. مع الطفرة التي حصلت في قطاع النفط والبترول الصخريين، هل هناك أي نية لمبادرة للبترول للتوجه إلى هذا القطاع؟ الغاز الصخري والنفط الصخري أعاد تشكيل صناعة النفط والغاز. في الفترة الماضية، في 4 سنوات أو 5 سنوات الماضية، أصبحت أمريكا أحد أكبر المنتجين للغاز في العالم، وحاليا زادت إنتاجها من النفط الصخري بمقدار تقريبا 3 مليون برميل يوميا. الغاز الصخري والنفط الصخري مهم في صناعة النفط والغاز، ولدى شركة مبادرة للبترول خطط أن تكون في عمليات الاستكشاف والتطوير للغاز الصخري والنفط الصخري، لكن يتطلب خطط مستقبلية أو خطط بعيدة الأمد، سواء الحصول على التكنولوجيا أو التقنيات الحديثة لتقييم هذه الموارد وبالتالي إنتاجها، وكذلك لاكتساب الخبرة المناسبة. انخفاض أسعار النفط التي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، هل كان له أي تأثير على الشركة؟ أعتقد نزول أسعار البترول في نفس الوقت يشكل تحدي كبير لشركات البترول العالمية، كذلك يوجد فرص كبيرة لبعض الشركات، لأن كثير من المشاريع في صناعة النفط والغاز بنيت على أسعار معينة، ممكن نتكلم عن 4 شهور أو 5 شهور سابقة، بينما الأسعار الحالية ربما لا تسمح لهم بالتوسع المخطط له، فهذا يخلق فرص كثيرة لشركات مثل شركة مبادرة للبترول لعمليات استحواذ مستقبلية. فأتوقع أن بما أنها تشكل خطر على بعض الشركات، كذلك تشكل أو تعطي فرص لشركات أخرى.